أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي أن المبادرة الرئاسية إحياء الجذور تعد انعكاسا واضحا لمتانة العلاقات التاريخية بين مصر وقبرص واليونان. وخلال لقائها مع نظيريها اليوناني والقبرصي في إطار الاستعداد للنسخة الجديدة من المبادرة، أكدت الوزيرة أن المبادرة تهدف للعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير. اتفقنا اليوم على المزيد من المبادرات الجديدة الخاصة بالشباب، اتفقنا على المزيد من المبادرات الخاصة بالسياحة وخصوصا السياحة البحرية وسياحة الموانئ، اتفقنا أيضا على انعقاد اجتماعاتنا في الفترة القادمة سواء كانت اجتماعات ثلاثية على المستوى الوزاري أو اجتماعات تجمع شباب الدول الثلاث، اتفقنا أيضا على عقد المزيد من الاجتماعات سواء كان في دولنا الثلاث بما في ذلك على هامش منتدى الشباب الذي يعقد سنويا تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، واتفقنا كذلك على عقد اجتماعات فيما نسميه 3+1.